السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورانتي وراكسن خيار تردعوان إساء إذ الكيم با ميل كستوى أتوكتان كسور دو هذا مركلة يوميت كم بدا برامشة دان دي كوكو ترقلناي مانتا أو تنادا تاريخ دون عيتاي سغالك بشا جنة يو سنت كالباكون يو سدح يالباتن هدبا برامش كينا وحي نوكاقا هالي دونا دورا ريمودو مهيمة وبرامش كي اوغوه ريي برامشة دانو إذين سو ودو مانتي waxaanu kaga hadli doonaa arrin ku saabsan dagaalka Gaza oo maanta maalin kale oo xun u ah ciidanka Israa'il kadib markii tiro ciidana iyo saraakiil kale looga laayay waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa ciidankii Israa'il oo arimo mucjisooyin ah kuwa kale oo cusub lagu arkay ku soo dhawaada qodobada barnaamijkan idin kugu talagalnay qodobka ugu horeeya Gaza وحاكا سعودا دقال عروسا كسعودا لنا عاقان يونس للي يهي ايا سفي عان ليسو قراعيا بارتماها ايو كوفورت وقويقا جوغتان كودي ويريين وحالكا ويساقا صوبحين وحيدون تاكو فاسيرين ايه لكن ماشاس ايها اللوغا سو قراعي واكا صوبحين مركا حدا وحي حوق اسو قيينا للي يهي خان يونس ماشا للي يهي هدابا تلفزيون كالجزيرة ايا وربحن قردويد وقريوحو شاقي إذن كجمايستها إسرائيل وحي شاقين إن ساقال كاترسان ميلتري قودة مقالة دا غزة أي كردنتين كدب مركي أي سهلين كوحاها مقاومة دا داقال عروسو كرد عي مريكا غزة لين عيسى وقوي هدابا مركا وحال شاقي يا وربحن توسي سعطا وحي لادا عي إذن كجمايستها إسرائيل وحي شاقين ماانتو أوتلا دا إن ساقال كاترسان سراكيل إيا إذن إسرائيلينا الذي تضبي لبعض كرنا أي نوع من دجال عروس أو كرنا أي مجال ذا جزء وحنا للشيء دجال ذا سحوق جود إن كرنا عين هل كأي هل جال ذا كوب اللاريين معلمه لصور دافع إذا ماذا إسرائيل أي كونفورت مري كجزء وحنا للشيء دجال ذا شو إن إنك كلاس من يجونا أي شان وحاشو كلا للشيء يا إن خسارة حوق له أي لكل من إذا كان كوحدة كتائب القسام ايا ايادو روحي شاكتي داقال لدي او قدن بايي اني تانجيو ايا آليات كالكا قبين ايدان كا إسرائيل عشر لما إلاوان احنا اي او ديغان هاوشا ايادونا هالكاس يكون نصطاي شاري وحي احايد ساقال ماانتا ساقال مالماهان ساقال ساقال اي شاقال حسابتو حمود ده اني اسكو متكو سعطا وماليسا وحلي ساقالا نغاني باتي باتا ساقالا نغاني باتي تطبي لاتلا داو عانتي واكاس marka waxa leen nima kan si fiican loo helay oo loo garaacay weeyay marka waxaan marka u gudbaynaa dhinaca hoggaamiyaha ururka Hamas xafiiska siyaasadda Ismaaciil Haniya ayaa maanta qodobad ballaaran wuxuu u jeediyay culimaadiinka ka socday dawladaha Islaamka ee iyagu shirka ku lahaa magaalada Doha ee dalka Qatar هدبا وحال شيغيا كولان كاسي إنو كاقايب غالي خطبات بالارن اوچي ديي وحو اوغو باقاي دوني دا إسلامكو إنا إسبر برتاغان شعبك فلسطين إيا مقاومة دا وا إناد كاقايب غادتان إناد هوبسيسان أو مارتي دفاع بيت المقدس أي قايب كيهين إناد مارتي كلاشقايسان وحاكليا أو أي كشاقاينيان ما أحن غزا وحينو كشاقايني ناويري مسجد كإلهي إن مارتي لغا حرايو يهود هدبا مركو شقاداس مركو واشقاوين أو لغا رحو قف كستو أو مسلنا إنو قايب كيستاو مركا وحو رحي بقول ما الموضي كنو داي وحي صووتين عيدن كو دي وفعنا وحي كان سدين دياراده دي وفعنا وحا لغسو بيري دياراده سردونك دوني دا وفعنا اي لهايين ودامده هاي قلبيتك اي وحبساسي سي اي مركا وغا عاويان محابيستو دا اني سود دا استان الى حد دانا كومردعين ميت كمي دا محابيستاس اني لصوفا كدار واي لصوفا بحال وا الهي مهديو رهي مركا انتاسو مشكلة دا ايو دباتا ايو سمينة يا اناني ولي وحبا قوانين مركا وحور راي شاقوين بدانا نو يالا hawsha ugu badan ee la iska rabo dunida islaamka oo culimada inay u sheegteen waxay tahay in dadka maartay la garab istaago wax walba lagu garab istaagi karo ducada ugu yar oo ha loo duceeyo muqaawmada falastiin
هلو دعيوري يقود هان مقاومة قبلك ايدي دان دولميغا ايان نباتدا هدو مركا اسماعيل هانيا ارمهاش ايو آد وغهد لي علمدي هالكا جوكتينا آد بي اسو دوويين هدالكا اسماعيل هانيا قلب كاس مركا واكا قد بينا لكن مركا وحان او قد بيا حسب الله حسب الله وحي شاكتي اني سماينا يان ارغوسي ارغوسي او بلابان دونو مركي اي آسان سركال كو ذا كدي حتبا ما تا ايغو آسكي كجرا او سركال كو دي او سماينا يا آس ايا مركا لدي ارد درونا انت اتمنت اي نكتك جليس شيخي حسن نصر الله اها والله هيا مركا أنا دي تصور بحين تلفزيونك الجزيرة وكقرة وحليين إذا ماذا إسرائيل أي ورر كقعة ذي لنا عمركة مناسبة أصله وسمينة هجاميه كوحدة حزب الله هذا بور بحين تمرك ويسيس وحتي وحلا ذي ورياها تلفزيونك الجزيرة وحصول شيء إن ديارات كوا درون كاو إسرائيل أي لذا هاي أي برتيل مع ميساتي جنتالنا كوردي magaalada la yiraahdo kharbatu salam oo ku taala koonfurta lubnaan halkaas oo ay ka socotay hawsha aaska loogu sameeyay hoggaamiyihii la dilay shalayto ee xisbullah wasam dawil kaas oo isniintii shalay ahayd weerar dhinaca cirka ah ay israa'iiliyiinta ku dileen wariyaha telefishinka jazeera wuxuu soo sheegayaa in baabuur la beegsaday oo diyaaradda droneka ah ay markaa gantaalka la heshay waxaana la sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi iyagoo ku guda jiray aaska loo sameeyay hoggaamiyahaas waa u jeedaan nimanka xisbullah waxay madaxa gudka la galaan nagta lagu hayaad iyaguna waxay leeyihiin hadaanan aargudan waxba ma nihin Israa'iil hadaanan ka qaylisiinin waa arki doontaa marka waxay bilaabeen inay soo dhigaan video inay soo dhigaan oo iyaguna maaratay ay markii hore tuuriyo basay ahaydeen hadda adduunka waxaan tusaynaa nimanka nagta shaal uga gelinayn iyagana waa ziyaaranaynaa maanta ziyaara idin hayaa maanta waxaan booqanaynaa xisbullah video geedii aan booqanaynaa maanta xisbullah video kent iyadoo taangiyadii Israa'iil nagta ku haysa waa xalaaqay dooki wala soo kululay awl tuuriyo ahayd waxba iska ilaalinayeen laakiin hadda macal kaamiradoodii ayaa imaad ziyaaro fiican ay jirtay waxaan aadaynaa luuqa aadaynaa laakiin barnaamijka qaybo fiican aad dhiman haddaad aado adiga la ku taala anaga waa barnaamijka inta ugu xiisaha badneed way dhimatay marka intaasna waa iska ogeysiis barnaamijka marka dhameysato ayaan ziyaarada aadaynaa waana isa soo mari doona insha Allah waa tahay arin cajiiba ayaan rabaa inaan bal idinkula wadaago warbaahintii cibriga maalmahan qisada ka darana sheegayaan oo ah musiibo rabbaani ah oo haysata ciidanka Israa'iil haddee waa horaan isugu sheegnay taas ma isugu laabanayno cuquuba ninkii gala adduun iyo aakhiraba Allah subxaanahu wa ta'aala ciqaabtiisa uu la kulmayaa marka laba qiso oo cajiib ah oo joornaalka ee baarti television Israa'iil uu ka shaqeeyay uu soo qoray ayaan idin la wadaagayaa marka qisada koobaad marka waxay tahay kanaalka 12 ayaa qoraya oo Israa'iil laga leeyahay wuxuu leeyahay nin ka soo dagaalamay Gaza oo sargaal sara aha ayaa intii dagaalka uu ku jiray wuxuu waayay dhammaan askartiisii la socotay waa la laayay marka ninkan markii askartii uu madaxda u ahaa kulligood ay dhinteen wax uriyaamay iyo wax dhintay ay noqdeen isagii oo nabad qaba la soo qaaday waxaa la keenay magaaladii gurigiisii yaal al u tagay halkaas uu marka nasiino iyo wax ugu tagay ninkii marka habeen walba waa soo booda ilaahay amarkiis naxdin ayaa mar walba nag uu isku leeyahay mar walba waa naxaya soo arinta ugu jiray ayaa markii dambe wadnihii istaagay waaba soo wadnihii waa dhaqaaq waayay familkiisa ayaa marka ayaa waxay u waramayaan channelka 12 waxay leeyihiin ninkan sargaalka ah wadnihii ayaa istaagay markii dambe subhanallah waxa qoraa waa telefishin Israa'iili ah oo arinta soo baaray
ayaa ka hadlay wuxuu leeyahay ninka saraakiishiisii dhan la laayay wax dhaawacmay iyo wax dhintay wax baaba ayay noqdeen isagii markii gurigiisii la keenay nasiino loo keenayna naxdintaaba ka dhammaad mar walba waa soo booda waa naxa isagii oo la kor taagan yahay alyaasiin oo inta ka maray alyaasiin oo meesha ku dhacay taangigii hortiisa ku gubanaya wixiiya u sawir maayo ninkiisi u naxaayay markii dambe dee wadnihiiyaa istaagay isagiina waa tegay marka waxay ahayd arrin mucjisaa oo la yaab leh sheekada kale isla channelkan uu soo baaray uu soo gudbinayo ayaa idinla wadaagayaa wuxuu leeyahay 9,000 oo ka tirsan ciidanka Israa'iil waxay sheegeen waxaa la sheegay inay u baahan yihiin caafimaad dhinaca caqliga ah maskaxiyan maba fayooba 9,000 oo askari marka arrintan waxaa ka hadlaya isla maaragtay telefishinka la yidhaahdo 12 channelka 12 wuxuu leeyahay 9,000 oo askari ayaanu soo xaqiijinay inay waasheen macnaha caafimaad caqligay u baahan yihiin macdheeda maxayt waa waalan yahay waa ninkan waa waasheen 9,000 cisbitaala loo laayaa cisbitaalada dadka waalan 1,500 iyo 2,000 iyo waxaasaa ugu badanaa lagu leeyahay 9,000 oo askari oo waashay oo haddana askara dadkay arkaan nagtay ka gelinayaan marka wuxuu leeyahay meesha waxaa nagu qabsaday wax aanan weligeen arkinaa nagu qabsaday mushkiladdii ugu weyneyd Israa'iil ay nolosheeda la kulanto intay jirtay tani Israa'iil markii la sameeyey oo xoogga aan uga qaadanay dhulka carabta intii dagaal aan galnay tan oo kale weligeen ma arkin marka labada qodob ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynayaa haddaba luuqa waxaa noogu jira sheeko yar oo kooban oo ziyaaro ah oo nimankii xisbullah aan ziyaaranaynaa maanta xisbullah waxay leeyihiin nagtaan ka gelinay maanta waxa taangi aan ka gubnay nimankii aargoosigii aan ku bilownay marka waa arkeynaa xiisaddu halkaasna way kacsan tahay barnaamijka fariimaha soo qora markaa soo martaano soo mara halkan si aad bal inaad soo aragteen in kale aan isku socodsiino haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo.